موسم وصفه مازن فياض بالناجح فنيا، اكثر شيء زعجك بهذا الموسم شنو مع النجف؟ بس انعدام الاموال؟ لا هو شوف يعني مو بس انعدام الاموال، اكو شغلات هواي بالنجف، يعني مثلا مثل ما تقول الجمهور هو من حقه اللاعب، يعني حقه الجمهور يعني اليوم يعاتب لاعب، يعني جمهور النجف دائما تشوفهم مثلا غاضبين من اللاعبين، انت ليش ما تلعب، انت هيك ما ادري شنو، يعني مثل ما تقول شلون تدخلات، يعني يدخلون اي، فمو الكل البعض يعني، فهذا شيء يعني يجي اي يعني شوف اي فريق اليوم احنا بكرة القدم، يعني خاصة ما اجيبها لك على بالعراق برا، انت ما تشوف يعني ماكو جمهور يتدخل بنادي، الجمهور انت اوكي انت صح تريد نتائج، تريد فريقك تشوفه باحسن صوره، فريق ينافس، انت اليوم اذا النادي ما بي اموال فانت ما تقدر تجيب لاعبين، ما تقدر تتعاقد ويا محترفين، ولا تقدر تفرض على اللاعب، ولا تقدر تفرض على اللاعب. انا اليوم انت ما تريد تحاسبني او تريد، حتى لو تريد تتجاوز علي انت بالمدرج وهاي، اعطيني مستحقاتي، يعني قلت لك انا واحد من الناس خمس اشهر جت ست اشهر راتب واحد استلمت ونقص ما كملوا لي، اي والله الله شاهد. فعلا انا سمعت من كابتن سعد او بعض اللاعبين، اكو لاعبين وياكم كروا ما عندهم يجون للتمرين، هذول اللاعبين الشباب يعني هو راتبه يمكن 500 الف وما حد يعطيهم، وتقطعه خمس اشهر، خمس اشهر ما تعطيه، هذا شيء ياكل، اعتقد يمكن اعطاهم يمكن من شهر او شهرين. فقلت لك يعني نادي النجف يعني الصراحه نادي جماهيري وعلى مستوى، وخاصه هذا الموسم اللاعبين اللي اجوا النادي النجف قبل لا انا اجي، يعني حتى من انا اجيت يعني قبل كانوا الفريق مميز وفريق ينافس، بس تعرف بعد المشاكل والهواي اسباب يعني خلت الفريق يتراجع.